ربابي بوجوه الناس الكذابي حوالي أهلي وحبابي وعم داري حلمي الصغير بسكر بابي بوجوه الناس الكذابي أهلي وحبابي وعم داري حلمي الصغير أنا آسف ماما. هلا أنتوا اتنيناتكم بتعرفوا بالحقيقة؟ أنتوا ما هيك مفكرين حالكم أذكياء كتير مو هيك؟ بس أنتوا نسيتوا إنه نحنا أذكى منكم. أصلاً كنت شاكة طول الوقت. وقت رجعت مهي كانت خايفة من إنها تكون كشفت الحقيقة. يا شقي كنت كذاب كبير حتى مهي بلشت تكذب بفضلك. أنا بعتذر ماما، هي الخطة، مجبور أكذب، ما عندي خيار تاني. من هلا ورايح لا تخبي شي عننا ابدا، على كل الاحوال ما فيك تخبي شي عنا، بنضل امهاتك. ابني نحن سند لإلكم مو نقطة ضعفك. ومن هي اللحظة إذا كنت عم بتخطط لشي معين لازم تخبرنا عنه، مفهوم؟ كمان بالليل وقت كل العيلة تروح تنام فيك تجي بكل هدوء وتفوت على البيت، وعند الصبح انت بتطلع من البيت بسرعة قبل ما يفوتوا. تمام؟ قلت لك انه كان لازم ندخل امك ومرت عمي بالخطة. هلأ المنيح انكم عرفتوا، ما كنا بدنا نخبي عنكم الشي اللي عم نعمله، رح تشوفوا وقت آجي بيعرف عن هالحادثة هي إنه نحنا رح نقرب خطوة من هدفنا، صح؟ شو عم تحكي مالتي؟ عن جد؟ حلو. عن جد؟ هاي أخبار بتجنن، يا ريتني كنت موجودة لحتى أشوف الحادثة بعيوني. أنت عملتي منيحة إلي وقت بعتيلي فيديو لشوريا. شو؟ خليني هلأ شوف شو عمل وقت كان مو بوعيه. كنت سجلت الخناقة كلها لو موبايلي ما خلص شحنه. اوه تخيلي كارونا وكانتا ضربوه بالمكنسة. شو؟ شوريا ضربوه بالمكنسة قدام الكل؟ أكيد ندمانين هلأ. أكيد ندموا هلأ على قرارهم بأنه ما قبلوا يزوجوا أجيل مهيك. أجيل؟ شو صار ابني؟ ها؟ ليش اجيت؟ مع مين عم تحكي امي؟ شو في؟ هاي مالتي تشاوهان خبرتني انه كان شوريا مو بوعيه ابدا ووضعه كتير تعيس وشكله بخجل من كتر ما كان منظره سيء كتير وبيضحك. وعمل مشكلة مع امه وكانتا. وضربوه بالمكنسة قدام الكل، عيلة شارما اهانتنا بالماضي واليوم مهيك شوريا مسح بكرامة مهيك وعيلتها الاراضي قدام الكل. لهنيك خلصي اللي بإيدك بسرعة. يلا شكرا لك. يلا تفضل. مجموعهم 2740
وثلاث صحون كمان، مجموع 2010، المجموع كله 2950. السبت والأحد لازم متوسط أرباحنا يتضاعف. بعرف راح تدبروا أموركم، بس إذا بتفشلوا بتنقلعوا كلياتكم وبتروحوا تدوروا على شغل برات هالمحل. بهداك المحل. يلا لكان ارجعوا على الشغل هلأ. ابني فيكي، يعني كم مرة لازم اشرح لكم الموضوع؟ شو انتو ما عم تفهموا؟ بدي تضلوا مع شوريا وحرصوا على انه ما يجي لهون، لا تخلوا يقرب من مهيك لانه ما رح اتحمل تصرفاته ابدا. حتى انا ما بدي اشوف وشو قدامي تحت اي ظرف كان. خلص بيكفي، صار كتير عم يخبص. جيفان من فضلك اشرح لها لكانتا، هاد رح يأثر على مهك كتير، وكمان ما لازم تبعد مهك وشوريا عن بعضه. أنا بعرف هذا الشيء مانو مزبوط، نحنا لازم نساعد مهك وشوريا لحتى يحلوا مشاكلهم بأقصى سرعة. شو هذا يا؟ ابني شوريا شو عم تعمل؟ ليش اجيت لهون؟ ما حدا مننا بده يشوف وشك، من فضلك روح من هون فورا. جيت لهون لحتى أحكي مع مهك. ابني حتى مهك ما بدها تحكي معك كمان بأي شيء. بس ما رح روح لحتى أحكي معها. شوريا هو جاي لعندك. أجي جاي. بلشنا، صار بدك تجاوبي كمان ما؟ هالقوة المفاجئة، حطمته بضربة واحدة، هذا الشيء حلو كتير مني. أنت كيف بتتجرأ وبتضرب مرتك؟ هالمرة مثالية عن جد؟ معناها هاد هو حبيبك. طيب فعلاً أنتوا اثنين كتير لابقين لبعضكن. بتشوفوا حاجة تبكي، ما هيك اهدي شوي. خلاص أنا جنبك اتماسكي. هدي خلص اهدي مهيك، ما تزعلي لهالدرجة، ليتني أنا هون. وما تخافي أبدا، طالما أنا واقف جنبك على طول شوريا ما رح يسترجي يعملك شي. شكرا آجي، صدقني ما كنت بعرف إنه أنت قوي كل هالقد. بس أنا ما عم بقدر استوعب كيف شوريا بلش يرفع ايده عليكي. اجي بترجاك لا تسألني هاي الأسئلة بنوب، لأنه أنا ما بدي أحكي بهالموضوع. بس كصديق عم أطلب منك كصديق إنه ما بدي حدا يعرف بهذا الموضوع، ما بدي أي حدا. أصدقاء عن جد؟ ما هيك؟ أخيراً اليوم صرنا أصدقاء سوا، وبتمنى لو إنك عملتي هيك من قبل، لأنه كان شوريا كنا ما استرجع يضايقك أبداً. مو مشكلة، هلأ أنا جنبك فلا تخافي ولا تقلقي.
رح تستغربي الموضوع بس يمكن تحسي تفكيري قديم، بس أنا بعتقد أنه المرأة مكانها هو البيت وبس. طيب شوفي، ليكك أنت وشوريا اشتغلتوا مع بعض وهذا السبب كان وراء المشاكل، بس أنت من البنات يلي بيحبوا القعدة بالبيت وهذا السبب يلي خلاني حبك من أول نظرة. عشي